ودانون. معدن المنغنيز ساحة النزاع القادمة بين القوى الاقتصادية. مقال لصابر طنطاوي ضمن ملف حروب المعادن. يعد معدن المنغنيز أحد العشرة الكبار في قائمة المعادن الاستراتيجية، بعدما بات عنصرا أساسيا في العديد من القطاعات، خاصة صناعة بطاريات السيارات القابلة لإعادة الشحن والسلاح والبناء، وهي التي أكسبته أهمية إضافية بجانب استخداماته التقليدية المعروفة في الفولاذ والسبائك. وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، فرض المنغنيز نفسه على منصات الاهتمام الدولي لما تعرض له من أزمة كبيرة بسبب زيادة سعره العالمي جراء وقف الإمدادات القادمة من طرفي الحرب. فأوكرانيا وحدها تمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي قدره 140 مليون طن متري، بما يمثل 42.8% من الإمداد العالمي من المعدن. الأهمية المتزايدة لهذا المعدن الذي حجز مقعده في طائرة الصناعات المستقبلية، مع تركيز الحجم الأكبر من احتياطيه في القارة الإفريقية، إذ تحتوي صحراء كالاهاري في جنوب إفريقيا وحدها على أكثر من 70% من احتياطي المنغنيز في العالم، ربما تجيب عن الكثير من التساؤلات بخصوص تكالب القوى العظمى، خاصة الولايات المتحدة والصين على إفريقيا كوجهة استعمارية جديدة من خلال عباءة الاستثمار. فماذا نعرف عن هذا المعدن المرشح بقوة لأن يكون ساحة نزاع كبرى بين الإمبراطوريات الاقتصادية العالمية؟ ما هو المنغنيز؟ يرمز للمنغنيز بأم أن، ويحتل رقم 25 في الجدول الدوري، وهو من العناصر الانتقالية، حيث يقع بين الكروميوم والحديد، ويصنف على أنه فلز متقصف رمادي فضي اللون، ووزنه الذري 54.938، ويوجد في الغالب في القشرة الأرضية، إما في صورة منفصلة وإما متحد مع بعض العناصر المعدنية الأخرى. ويوجد المنغنيز في الغالب مع 10 معادن أخرى تتشارك معه في الخصائص، هي المنغنيت، وهو عبارة عن معدن أسود اللون وكثافته النوعية 4.3، وبيرولوسيت، وهو عبارة عن ثاني أكسيد المنغنيز حر يحتوي عادة على قليل من الماء، وبوليانيت، وهو أكسيد المنغنيز ويتبلور في نظام رباعي الأضلاع، وفيسلومان، وهو أحد أكاسيد المعدن كذلك، ويحتوي على كميات متغيرة من أكاسيد الباريوم والبوتاسيوم والصوديوم والماء، وبيروكرويت، ويعرف بهيدروكسيد المنغنيز، وهيوسمانيت، لونه بني أسود، ويوجد مع خامات المنغنيز الأخرى في منطقة بحيرة سوفيريور، هذا بجانب رودونيت ورودوكروزيت وتنجستات المنغنيز، ومنغنوفيليت ومنغنوزيت الذي يتبلور شكله في نظام مكعب. يعود استخدام المنغنيز إلى العصور القديمة، لكنه لم يكن معروفا بصيغته المستقلة النقية حاليا، إذ تم التعرف عليه ضمن المعادن السوداء في مناطق تابعة لليونان وتركيا وفق التقسيم الجغرافي الراهن، وكانت تسمى تلك المعادن بالمغناطيسيات، وربما لأجل هذا سمي بالمنغنيز. في عام 1770 اكتشف الباحثان أكناتيوس كوتفريد كايم ويوهان كلوبور أن هذا المعدن الذي يدخل في صناعة الزجاج يمكن تحويله إلى فيرمنكنات، أي مركب كيميائي يكون المنغنيز فيه في حالة أكسدة. وفي منتصف القرن 18 استطاع العالم السويدي كارفر هيلم شيله استخدام ثاني أكسيد المنغنيز لإنتاج الكلور. تعددت استخدامات هذا المعدن، لكنه كان في صيغته المختلطة مع معادن أخرى، إلا أنه في عام 1774 استطاع العالم الألماني يوهان كاتلاب عزل معدن المنغنيز لأول مرة في التاريخ عن طريق اختزال ثاني أكسيد مع الكربون، لتبدأ مرحلة جديدة من استخدامات هذا العنصر في صناعات الصلب وغيرها. الأهمية الاستراتيجية. ظهرت أهمية المنغنيز كمعدن قوي عام 1816،
حين تم توثيق أن سبائك الحديد أكثر صلابة مع المنغنيز، وتم تسجيل ذلك كبراءة اختراع. وفي عام 1912 اكتشف تأثير هذا المعدن في الحماية من الصدى، حيث منحت براءة الاختراع الأمريكية لحماية الأسلحة النارية من التآكل باستخدام طلاءات تحويل الكهروكيميائية لفوسفات المنغنيز. وقبل ذلك وبالتحديد في 1866 لوحظ الدور الذي قام به المنغنيز في تحسين قدرات البطاريات، ومنذ ذلك الحين زاد الطلب على ثاني أكسيد المنغنيز، حيث كان يدخل في صناعة البطاريات مع عناصر أخرى كالنيكل، كادميوم والليثيوم، غير أن هذا الأكسيد كان يحتوي على شوائب بسبب استخدام بطاريات الزنك كربون، إلا أن الأمر تم تداركه في القرن العشرين حين استخدم هذا العنصر باعتباره المحرك الكاثودي للبطاريات الجافة، ومنها تم التخلص من الزنك والكربون والقلوية فتخلصت بشكل كبير من الشوائب. ومع تطوير الاستخدام بات المنغنيز اليوم أحد المشكلات الرئيسية لصناعة الحديد والصلب وصناعة السبائك بنوعيها الحديدية والسيليكية، هذا بجانب استخدام ثاني أكسيد المنغنيز كعامل مجفف أو محفز في صناعة الأصباغ والورنيس والزجاج. ثم توالى الأمر حتى أصبح العنصر الأبرز في صناعة البطاريات الجافة بجانب صناعات مكونات السماد والأغذية الحيوانية. ومع التحول نحو الصناعات الكهربائية والبطاريات الجافة المتطورة وصناعة الصلب والفولاذ الثقيلة، بزغ فجر المنغنيز كمعدن استراتيجي له دور كبير في مسار الانتقال نحو الصناعات المستقبلية التي تعول عليها القوى الكبرى لضمان التفوق والنفوذ في ظل الحرب الاقتصادية المستعرة بين القوى الكبرى. خريطة الإنتاج. يبلغ الإنتاج العالمي للمنغنيز نحو 18 مليون طن فاصل 5 سنويا، فيما يشكل ثلاثي جنوب إفريقيا وأستراليا والصين أكثر من 65.4% من إجمالي الإنتاج عالميا، حيث تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الأولى بإنتاج يبلغ 6 ملايين طن فاصل 2 بنسبة 33.5% من الإنتاج العالمي. وتتركز مناجم المعدن في الدولة الإفريقية في صحراء كالاهاري التي تحتوي على أكثر من 70% من احتياطي المنغنيز في العالم. ونتيجة لهذا الاحتياطي الغفير للمعدن في جنوب إفريقيا مثلت عائداته المادية المورد الاقتصادي الأبرز في البلاد، كما أنه المصدر الأساسي للعملات الأجنبية، فيما تحول هذا المجال إلى قبلة للاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء. فهناك عشرات الشركات الوطنية والأجنبية تعمل في قطاع التعدين المربح. تأتي أستراليا في المرتبة الثانية بإنتاج يبلغ 3 ملايين طن سنويا، ورابع أكبر احتياطي عالمي بصادرات سنوية تقدر بأكثر من مليار دولار. ويتركز المعدن في منطقة جروت أيلاند التي تعد قلب التعدين في أستراليا، وتتصدر الشركة الأسترالية جيمكو قائمة الشركات العاملة في هذا القطاع، وهي واحدة من كبرى شركات إنتاج المنغنيز في العالم. وفي المركز الثالث يحل العملاق الصيني بإنتاج سنوي يبلغ 2.9 مليون طن، لكنها تحتل المرتبة الأولى في آسيا، ورغم اكتشاف احتياطي كبير للمنغنيز في أحد مناجم مقاطعة غويتشو بمعدل يصل إلى نحو 0.203 مليار من خام المنغنيز، وتقدر قيمته الإجمالية بأكثر من 10 مليارات دولار، فإن حاجة البلاد من هذا المعدن أكبر من ذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد بعدما بات هذا المعدن عنصرا أساسيا في معظم الصناعات الحيوية. ثم تأتي في المرتبة الرابعة الجابون بـ1.8 مليون، تليها البرازيل خامسة بـ1 مليون، ثم الهند بـ0.9 مليون، وفي المرتبة السابعة ماليزيا بـ0.4 مليون. أما المراكز الثلاثة الأخيرة فكانت من نصيب أوكرانيا وكازاخستان وغانا بـ0.39 مليون لكل منهم. وتزايد الطلب على المنغنيز في الأعوام الأخيرة لعدة أسباب، أبرزها الطفرة الهائلة في مشروعات البنية التحتية في معظم الدول لا سيما الكبرى منها اقتصاديا،
حيث يساهم بدور كبير في صناعات الصلب والفولاذ والبناء، وهي العصب الأساسي لمشروعات البنية التحتية. هذا بجانب الأزمة التي تعرض لها منذ الحرب الروسية الأوكرانية ووقف الإمدادات الأوكرانية التي تمثل أكبر من 40% من الاحتياطي. إفريقيا ساحة النزاع القادمة. خريطة الإنتاج تشير إلى أن إنتاج الصين من المنغنيز لا يكفي تطلعاتها واحتياجاتها المستقبلية. الوضع كذلك في أستراليا التي تتعامل مع المعدن كأحد الموارد الاقتصادية المهمة، في ظل رغبة الدولة في تعزيز بنيتها الصناعية الأساسية في محاولة منها للحاق بركب القوى الاقتصادية الصناعية الكبرى. لتبقى دول إفريقيا الساحة المتوقعة للتنافس، فالمنغنيز بالنسبة لها لا يعد كونه مصدرا للتربح في ضوء ثنائية غياب الاهتمام بالتنمية الصناعية والأوضاع الاقتصادية المتردية. تحتل القارة السمراء المرتبة الأولى عالميا في معدلات الاحتياطي، فالأمر لا يقتصر على جنوب إفريقيا فقط التي تنتج 33.5% من الإنتاج العالمي، فهناك بلاد أخرى لا تقل أهمية في معدلات الإنتاج حتى إن كانت بمستويات أقل نسبيا، كما هو الحال في الجابون التي يصفها البعض بأنها قابعة فوق كنز ثري من المعادن النفيسة. وفي أحد مناجم منطقة مواندا بهذا البلد الإفريقي يتمركز المعدن الاستراتيجي بصورة كبيرة، حيث يتم إنتاج 36 طنا يوميا بجانب معادن أخرى ذات أهمية محورية كالنيكل والليثيوم والكوبالت. ومما يميز هذا المنجم عدم الحاجة للحفر مستويات عميقة، إذ يتم استخراجه من على بعد أمتار قليلة، كما أشار المسؤول عن الحفر في هذا المنجم أوليفي كاسيبي. نحن محظوظون في مواندا لأننا نجد المنغنيز على عمق 5 إلى 6 أمتار تحت سطح الأرض، وفق تصريحاته للفرنسية. وتذهب تقديرات شركة نهر أوجوي للتعدين التابعة لمجموعة إيراميت الفرنسية التي تستغل الموقع وتديره إلى أن مدينة مواندا الجابونية والمدن الملاصقة لها تحتوي على 25% من احتياطي المنغنيز في العالم، وهو ما دفع الكثير من الشركات العالمية للتوجه إليها بحثا عن نصيب من تلك الثورة التعدينية الاستراتيجية. التنافس بين القوى الكبرى. الأعوام الخمسة الماضية شهدت هرولة صينية أمريكية صوب القارة الإفريقية، لا سيما الوسط والجنوب الغني بالثروات المعدنية، استغلالا لأوضاع تلك الدول الاقتصادية والأمنية والسياسية الهشة، ما يجعل من استعمارهم اقتصاديا مسألة ليست صعبة، خاصة أن تلك البلدان ليس لديها الطموح الاقتصادي الذي يدفعها للتمسك بكنوزها وثرواتها الطبيعية. وبعد ابتعاد مرحلي خلال العقد الماضي، عاود الكبيران الاهتمام بإفريقيا مرة أخرى بعد الاكتشافات التعدينية الأخيرة التي أسالت لعابهما، الذي زاد جريانه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية منذ جائحة كورونا كوفيد-19 والسنوات العجاف التي خيمت على الاقتصاد العالمي، فضلا عن ارتفاع درجة حرارة الحرب الاقتصادية بين بكين وواشنطن التي كانت محفزا للسيطرة على الثروات التعدينية في شتى بقاع العالم، بما يضمن لهم النفوذ المستقبلي. التقرير السنوي للعلاقات التجارية بين الصين وإفريقيا الصادر في 25 من سبتمبر أيلول 2021 كشف أن حجم التجارة الثنائية بين الطرفين ارتفع ليصل إلى 187 مليار دولار عام 2020، وفي الأشهر السبع الأولى فقط من هذا العام زاد بنسبة 405%، لتحتل الصين المرتبة الأولى كأفضل شريك تجاري لإفريقيا للعام 12 على التوالي. كما ارتفعت الاستثمارات الصينية في إفريقيا بصورة غير مسبوقة، حيث بلغت 2.9 مليار دولار عام 2020 بزيادة قدرها 9.5% عن العام الذي يسبقه، فيما تركزت قطاعات الاستثمار في مجالات التعدين والتكنولوجيا والزراعة. وبحسب التقرير تم بناء 25 منطقة صينية تجارية في 16 دولة إفريقية جذبت 623 شركة باستثمارات إجمالية بلغت 7.3 مليار دولار، ووفرت أكثر من 46 ألف فرصة عمل لأبناء القارة الإفريقية.
ووفق التقديرات الأمريكية كالدراسة التي أجرتها وكالة ماكنزي الأمريكية، فإن هناك أكثر من 1000 شركة صينية تعمل حاليا في إفريقيا، في مقابل تقديرات أخرى تشير إلى أن العدد يتجاوز 2500 شركة، 90% منها شركات خاصة، وهو ما أثار قلق السلطات الأمريكية التي بدأت تتخوف من تعاظم هذا النفوذ على حساب مصالحها، وبما يميل كفة التفوق الاقتصادي باتجاه الصين، خاصة أن الدراسة توقعت وصول الأرباح الصينية جراء استثماراتها في إفريقيا إلى 440 مليار دولار بحلول 2025، أي بزيادة قدرها 144%. لافتة إلى أن جنوب إفريقيا وإثيوبيا تتصدران قائمة الاستثمارات الصينية، تليها زامبيا وأنغولا والجابون، وهي الدول التي تمتلك ثروات تعدينية كبيرة، لا سيما المعادن الاستراتيجية التي أشارت التقارير إلى أنها ستكون من أسباب الصراعات المستقبلية بين القوى الكبرى. هذا التغول الصيني داخل القارة السمراء دفع الولايات المتحدة إلى التراجع عن سياسة الابتعاد عن القارة ومحاولة النهل قدر الإمكان من هذا الكنز الاستراتيجي لتلبية احتياجات قطارها الصناعي نحو المستقبل. ففي عام 2019 أبرمت واشنطن مع بلدان إفريقيا 107 صفقات في مجال الطاقة و75 نشاطا تجاريا زراعيا و54 صفقة في الرعاية الصحية و43 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجميع أنحاء إفريقيا بقيمة إجمالية بلغت 50 مليار دولار. وخلال مائدة مستديرة عن الاستثمار في إفريقيا عقدت في العاصمة الأمريكية في فبراير شباط الماضي، أكد المشاركون دعم إدارة الرئيس جو بايدن توجيه الاستثمارات إلى القارة السمراء، فيما بات الاستثمار في إفريقيا أولوية ضمن الاهتمام الأمريكي بالاستثمار في جميع أنحاء العالم، حسب ما نقل البنك الإفريقي للتنمية في بيان له عن نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية أكونا كوك، التي أضافت: جعلنا الحد من المخاطر المتوقعة والمخاطر الفعلية لممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا أولوية قصوى لدعم الاستثمار اللازم للنمو الاقتصادي في القارة. المعطيات السابقة تشير إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية والصينية في دول إفريقيا التي تمتلك احتياطيا كبيرا من المنغنيز كجنوب إفريقيا والجابون وزامبيا، في إطار صراع النفوذ بين القوتين على امتلاك أدوات المستقبل والعناصر الحيوية اللازمة لذلك.